على مستوى المباراه بصراحه الاسماعيلي عمل مباراه جيده جدا النهارده، والمصري استفاق شويه بعد الهدف اللي سجله الاسماعيلي، عشان الاسماعيلي اضاع كمان عدد من الفرص سهل النهارده. الاسماعيلي النهارده كمان في المباراه اللي اتفرجت عليها كان عنده كثير من المساحات وكثير من الكرات اللي اشبه بالانفرادات، لو استغل حتى نصهم كان خلص المباراه. المصري بعد الهدف اللي سجله عبد الرحمن مجدي استفاق شويه، ولكن يعني اظن الاسماعيلي النهارده على مستوى الفرص كان افضل من المصري اللي ادى بشكل احسن بعد الهدف اللي دخل فيه مرمى وقدر يسجل هدف التعادل. مره اخرى الاسماعيلي يبقى على وشك الفوز، يبقى على وشك الفوز ويخسر نقاط المباراه او جزء من نقاط المباراه زي التعادل النهارده. واللي اتفرج على الاسماعيلي الفتره اللي فاتت يعرف ان الاسماعيلي جيد، يعني ما تقدرش تقول الاسماعيلي يعني ممكن على مستوى النتائج مش افضل شيء طبعا، بس على مستوى الاداء هو في كتير من المباريات هو الاقرب للفوز وما بيحصلش. ايه بقى النقطه الفاضيه دي او النقطه اللي مش مكتمله دي عند الاسماعيلي؟ نفهم اكتر من الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي. يا كابتن حمد مشرف ومنور. تكريم وحبيبي ربنا يديك الصحه، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي وبخير. كنت لسه بقول دلوقتي الاسماعيلي بيلعب مباريات حلوه جدا يا جماعه، واللي يبص بس على نتائج الاسماعيلي او موقفه في الجدول يفتكر الاسماعيلي بيعاني السنه دي على المستوى الفني والاداء، ولكن على المستوى الفني والاداء انا تقريبا اتفرجت على معظم مباريات الاسماعيلي السنه دي، الاسماعيلي دايما حتى في المباريات اللي خسرها او تعادل فيها كان بيبقى الاقرب للفوز. ايه اللي ناقص في الاسماعيلي عشان يبدا بقى يكسب؟ والله الحمد لله يا كيمو، انا يعني بقول ان الحمد لله الاولاد ادوا اداء جيد جدا النهارده، وان معظم المباريات بنادي اداء جيد جدا وبنبقى مسيطرين على المباراه كل المباريات من اول السيزون، لكن انا بقول ان الاداء الجيد دوت مش على نفس الحدث بتاعه اللي هو نتائج المباراه، ودي حاجه سيئه جدا. لكن انا بقول ان عدد الفرص اللي بيضيعها كريم هي طبعا الولاد والموقف بتاع النادي وموقف الفرقه بيخليك تبقى عندك سن التسرع، بيخلي عدم التعاون في الثلث الاخير من بعض الناس. لكن انا بقول اللعيبه بتأدي بشكل كويس جدا وكتر الف خيرهم، ومجهود كبير جدا الكابتن هاب بيعمله مع اللعيبه، واللعيبه فعلا بتتعب معاه. فيا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى فيه النتائج تبقى احسن واقرب لينا، لان فعلا مباراه زي بتاعت النهارده يا كريم سيطره كبيره جدا، عدد كبير جدا من الفرص، انفرادات صريحه جدا، وازاي احنا كنا بنشتغل عليها الاسبوع اللي فات كله كابتن ايهاب، انك انت ازاي تفضي مساحات في ظهر المدافعين للنادي المصري وتقدر تروح بالكلام ده، والحمد لله ده حصل جوه المباراه. لكن النتيجه مهمه جدا يا كريم، مش الاداء دلوقتي في الفتره ديت، لكن انا يهمنا ان الاداء يبقى كويس والنتيجه كويسه، وده اللي ما بيحصلش، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون احسن كريم باذن الله. ان شاء الله. الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واتمنى لك دايما كل التوفيق والجهاز الفني.